يا صباح الأمل والتفاؤل، يا صباح اليقين بالله، يا صباح الصحة والجمال. من قناتكم قناة الصحة والجمال، ضع الهدف الذي تريده أمامك وستصل إليه تدريجيا، وارتقي فإن القاع مزدحم. فسلم العلا دائما وأبدا ما يكون في القاع مزدحم وفي القمة فارغ. يعني إيه؟ يعني لو إحنا بنقول لا قدر الله في الأستوديو اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي في نيران وفي سلم واحد للنجاة، هل تعتقدوا هل قاع السلم بيكون زحمة ولا القمة بتاعته؟ لا القاع، لأنه الناس كلها بتحارب، الناس كلها عايزة توصل وتطلع للنجاة. فعشان كده الرسالة اللي بنقدمها لحضراتكم النهاردة والرسالة الصباحية، كل إنسان لازم يحارب، كل إنسان لازم يعافر، كل إنسان لازم يبذل قصارى جهده عشان يوصل للهدف اللي هو عايزه. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومتميزة من برنامجكم مع الشريف. يسأل سائل، برنامج مع الشريف، إيه جاب علي حمدي لتقديمه؟ هتعرفوا بعد دقائق، ولكن اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي في الاستوديو اللي مشرفيني ومنوريني، دكتور رضا محمد حنة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أصول للتدريب والاستشارات. أنرت الدار وسعادة الزمان، سعداء بك إلى حد السماء. ربنا يرضيك يا دكتور، احنا سعداء جدا وبنرحب بحضرتك وسعداء اللي احنا موجودين معاك، ونرحب بالدكتور محمد ومؤسسة البرنامج والمشاهدين بتوع حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. وأنا والله مش عايز أقول أرحب بضيفي، لأنه في الحقيقة هو صاحب البيت وأنا الضيف لبضع دقائق، ولكن اسمحوا لي أرحب بالدكتور والباحث والعلامة أستاذي وسيدي الباحث محمد الشريف. نورنا. نورك يا دكتور. خبر حضرتك إيه؟ الله عزك الله يا دكتور. خلوني أحكي لكم لقطة بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة AH ميديا المنتجة للبرنامج مع الشريف. يومياً الدكتور محمد الشريف بيستقبل اتصالات لتفسير الرؤى والأحلام أو لحاجات الناس المختلفة، وبيحاول وبيبذل قصارى جهده أنه يقضي الحاجات دي للناس. يومياً تقريباً من 100 ل 120 اتصال حد محتاج يفسر رؤى. والله وبالله وتالله من جميع أنحاء العالم، مفيش يوم من الأيام بخل وقال لا أنا مش هفسر، أو أنا تعبان، أو كفاية على كده اتصالات. أي حد في سكرتارية الشركة تتصل بيه وتقول له معانا تفسير رؤية كذا أو حلم كذا، أو في حد شاف كذا في المنام، فوراً على الإطلاق بيبعت لنا تفسير الحلم ده ونوصله للمستفيد أو لصاحب الحلم. عشان كده وصل لنا على ميل شركة AH ميديا الإنتاج الفني والإعلامي من إدارة أكاديمية أصول للتدريب والاستشارات، متمثلة في دكتور رضا محمد حنة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، إننا عايزين نكرم دكتور محمد الشريف بشهادة دكتوراه فخرية نظير ما يقدمه من جهد رفيع المستوى لخدمة الأمة الإسلامية وخدمة العالم العربي والإسلامي، وبيسعى جاهدا أن ينمي الفرد والمجتمع. مش هتكلم كتير، وهسيب دكتور رضا يتكلم ويشرح لنا الكواليس وليه بعت لنا في AH ميديا وبيقول عايز أكرم دكتور محمد الشريف. اتفضل دكتور. طبعا انا برحب بالدكتور محمد وسعداء جدا جدا، واحنا اللي بنتشرف. الله يكرمك. وطبعا الدكتور علي تشرفنا بالدعوه الكريمه ديتي. وطبعا من ضمن كنا متابعين جدا جدا للحاجات اللي حضرتك الجميله اللي حضرتك بتعملها لنشر المعرفه والعلم وخدمه الناس وخدمه المجتمع المدني، اللي هي اهم حاجه وبنسعى دايما فيه. والدكتور علي طبعا هو المستشار التدريبي بتاع الاكاديميه، يمكن حضرتك أول مرة يمكن تعرف، بس هو حضرتك المستشار التدريبي بتاعنا، وبنشرف بكده طبعا. مبارك في حضرتك. والحاجات الجميلة اللي حضرتك بتعملها دايما متابعينها ومتابعين البرنامج بتاع حضرتك على طول، فكان لنا الشرف إن احنا نقدم لحضرتك شهادة دكتوراه فخرية من الأكاديمية أصول لتدريب والاستشارات. وطبعا الدكتور علي هو المستشار التدريبي، ربنا يرضيك، هيوقع بس سعادتك كمستشار تدريبي للأكاديمية. نعم. تفضل يا أستاذ. نحن في الشهادة كده. نعم. كمل. أهو. صباح الخير. ألف مبروك يا دكتور محمد. بارك الله فيك. وإن شاء الله تعالى نتمنى لحضرتك المزيد والمزيد. أكرمك الله، عزك الله دكتور رضا. أنا شرفت بحضرتك وبأكاديمية أصول. يعني أنا الأول أحب أشكر تمام
اول شيء برضه في البدايه ربنا سبحانه وتعالى أكيد. وطبعا الدكتور علي وشركه اي اتش ميديا لمجهودها الجبار جدا في انجاح اي عمل انتاجي، يعني بيهتموا بجميع التفاصيل بالنسبه لاي برنامج، لاي مثلا اعلان تسويقي على يعني نجاحهم رهيب جدا. يعني انا هقول لك يمكن اتعاملت مع بعض الشركات يعني مش تعامل مباشر، بس يعني الدكتور علي بيهتم بكل التفاصيل، بيديك دفعه للامام. خلي بالك الخطوه يا دكتور رضا اللي كانت في حياتي ان كان في خوف، يعني كان في خوف برضو دكتور علي لو يسمح لي انا اوضح، كان في خوف معايا ان انا اخد خطوه، لان النجاح خلي بالك يا دكتور خطوه اخذتها حياتك هتتغير من مكان لمكان ومن صحيح. نقطه لنقطه تمام بصراحه يعني بعد فضل ربنا طبعا الدكتور علي هو الوحيد اللي خلاني اخد الخطوه دي. ربنا يبارك في حضرتك. يعني غير انه هو يعني التعامل معاه او التعامل مع شركه اي اتش ميديا بيبقى زي بيخليك زي جو عائلي صديق. يعني بص يعني نجاح، يعني انا ما كنتش يعني اتصور ان انا برضو النجاح وحضراتكم يعني توثقوا فيا ان انتم مثلا تدوني شهاده دكتوره فخريه، فانا بتشرف بالدكتور علي وشركه اتش ميديا وبالدكتور رضا واكاديميه اصول وان شاء الله باذن الله اكون قد المسؤوليه يعني حملتها ان شاء الله باذن الله، واكون يعني نفع للخير يعني ومغاليق للشعب. طبعا حابين نقول انه الف مبروك لدكتور محمد الشريف، وحابب انوه على اننا فعلا في شركه اي اتش ميديا للانتاج الفني والاعلامي والتسويق الرقمي بنسعى جاهدين انه اي عمل بيكون تحت اشرافنا وتحت ادارتنا يطلع بالصوره المناسبه. الصوره المناسبه لمين؟ الصوره المناسبه لحضراتكم، الصوره المناسبه اللي تحترم عقليه المشاهد بشكل عام داخل مدينه الانتاج الاعلامي، وخصيصا وخاصه داخل وعلى شاشه قناه الصحه والجمال. ولكن قبل ما اختم الفقره ما اقدرش يكون موجود استاذي دكتور رضا وما يكلمناش عن النجاح. دكتور رضا حضرتك بتقول انا شفت نجاح دكتور محمد الشريف طبعا. عشان كده حضرتك تقريبا هو سفر لنا تقريبا 250 كيلو جاينا من محافظه دمياط علشان يجي يكرم دكتور محمد الشريف علشان يجي يكرم شركه اي اتش ميديا. والله كانت مفاجاه اللي بكرم والله. ربنا يرضي حضرتك. ربنا يرضي. فعايز اعرف من حضرتك مفهوم سريع للنجاح. والله النجاح هو ربنا سبحانه وتعالى خلى السلم درجات صحيح. فعشان الدرجه احنا ما نقفش عليها، بل بالعكس ان احنا ناخدها كمرحله عشان ان احنا نطلع للمرحله اللي بعد كده ونوصل الحياه زي ما الدكتور علي تفضل مشكورا وقال ان القاع تحت مزدحم، فلازم ان احنا ناخد السلم ده درجه بحيث ان هي ما تاخدش وقتها يعني وقت كتير، بل بالعكس. وانا رجاء من الله ثم من الدكتور محمد ان ديت تكون درجه بحيث ان هو ما يوقفش عندها كتير، بل بالعكس ان هو ياخد ان شاء الله تعالى، واحنا مستعدين ان احنا نكون معاه طبعا مع شركه اتش ميديا ان شاء الله تعالى اللي هي شرفتنا وكرمتنا. ده والله تكريم لنا مش تكريم لسعادتك. وان شاء الله تعالى كلمه باخيره دكتور علي، ان النجاح مش هو بس اللي انت تحصل عليه، بل بالعكس اللي انت تستمر فيه. يعني ان انت ممكن تكون علاقات ده كويس، ده اسمه نجاح، ولكن حفاظك على العلاقات ديت هو النجاح الاكبر. حفاظك مثلا تكوين اسره تكوين بيت هو نجاح، ولكن حفاظك على البيت دي هو النجاح الاكبر. فنتمنى لك من الله ثم من حضرتك ان يكون ده ان شاء الله تعالى بدايه كويسه وجميله لحضرتك، وانا متاكد ان شاء الله تعالى انت تستحق عن الاقتدار. وطبعا الدكتور علي والله لو هو لو في مجال ان هو وضح خيره علينا يمكن هو ربنا يرضيه والله، لان ليه فضل كبير جدا جدا على اكاديميه اصول. بسم الله ما شاء الله. والله العظيم والله العظيم وافكاره رهيبه ما شاء الله عليه، ربنا يبارك فيه. والله والله العظيم والله الحمد لله الذي اظهر الجميل وستر القبيح. سندنا والله جامد في الاكاديميه يعني، وهو ما شاء الله يعتبره من أعمدة الأكاديمية، وهو من المؤسسين لها بحول الله يعني. لا لا هو إنسان مجتهد جدا وناجح جدا، واللي معاه ناجح برضه. ربنا يبارك حضراتكم. وأخيرا لو الفقرة دي هي فقرة تكريم وتشريف الدكتور محمد الشريف من أكاديمية أصول للتدريب والاستشارات، ممثل عنها معايا في الاستوديو دكتور رضا محمد حنا، اللي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا جدا. ولكن عايز أقول لحضراتكم لو الفقرة دي أخذت دقائق معدودة فوالله وبالله وطالله كل دقيقة تعادل عندي ساعة، لسبب لأنه هي كانت عبارة عن نجاح لدكتور محمد ونجاح لشركة اتش ميديا. نطلع فاصل بسيط كده قصير وهنرجع معاكم بفقرة إنشاد ديني مع المنشد إسلام حلاوة، انتظرونا.
اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، باكرر وبجدد التحيه بحضراتكم علشان ما ناخدش من وقت الفقره المحببه لقلبي، علشان ما ناخدش من وقت الفقره اللي انا بحبها وهي فقره الانشاد الديني. اي منش ديني، اي موهبه شبابيه، اول ما تتواصل مع شركه اي اتش ميديا بشكل عام او معايا انا شخصيا بشكل خاص، مش بقدر ابدا ااخرهم. لو معايا فقره مهما كانت هي ايه، لازم الانشاد الديني ياخد وقته، لازم الانشاد الديني ياخد مجاله عشان يظهر الاصوات الناديه لحضراتكم ولكل حد بيحب يسمع الانشاد الديني. مش هتكلم كتير، واسمحوا لي ارحب بالشاب النشيط، الشاب الموهوب، الشاب اللي بيبذل قصارى جهده عشان يثبت نفسه، الشاب اللي بيحاول بكل ما اوتي من قوه عشان يوصل موهبته ويوصل مهارته. مهارته في ايه؟ مهارته وموهبته في الانشاد الديني. اسمحوا لي ارحب بالمنشد الديني الشاب اسلام حلاوه. اسلام، برحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه؟ تمام جدا الحمد لله. قبل ما اقول موهبه شبابيه، تمام، انا عايز الناس تسمع وتحكم عليك هل انت موهوب ولا لا. تمام، هتسمعنا حاجه؟ طيب تحت امرك. هتسمعنا ايه؟ انشوده الله الله على رسول الله. الله الله. طيب، اتفضل. بدايتها كده كل القلوب اللي حابب تعمل. حبيبي اتفضل. كل القلوب الى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا تسيلوا. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. سيدنا النبي سهل كده ولين، سيدنا النبي حنين، سهل كده ولين، بين يا زين بين، حسن رسول الله. والله الله الله على نور رسول الله. الله الله على نور رسول الله. صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احسنت. الله يحفظك. الجمال ده. الله يحفظك. عايز اسالك سؤال. اتفضل. مين بيدعمك؟ كل انسان مننا بيحقق نجاح معين لازم يعترف بالفضل لاشخاص معينين. اكيد طبعا. والله انا بكني طبعا، بكني كل ال طبعا بكامل الادب والاحترام طبعا اولا لامي وابويا اكيد واهلي، بعد كده طبعا اهل بلدي اكيد، واهل بلدي كمان بعد امي وابويا، وبعد كل ده طبعا بعد التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى طبعا اكيد. لهم فضل كبير جدا عليا والله، واصحابي وكده، وطبعا الناس اللي بتتابعني طبعا يعني ما شاء الله يعني. واحنا من اسره البرنامج، واحنا على الهواء بنوجه اسمى واكبر رسائل التقدير والاحترام، الشكر الواجب لوالد ووالده الاستاذ اسلام المنشد الديني الموهوب والروعه، وهو بيكافح. وكمان عايز ابعت رساله من هنا لكل حد يعرف اسلام، لازم ندعم اسلام ولازم نقف جنب اسلام ايد بايد. اسلام موهبه شبابيه تستحق فعلا ان نتعب معاها، ان نتعب وراها، اننا ندعمها. الحمد لله. اسلام قمر، انا بحبها. حاضر. يلا بقى تحت امرك. هنختم قمر. طيب يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا. وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب،
كأنك قد خلقت كما تشاء. قمامون 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 سيدنا النبي قمامون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمامون قمامون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. سلام بشكرك بحجم السماء. الله يحفظك. شرفتنا ونورتنا. الله يحفظك. اسعدتنا وامتعتنا. تسلم. عايزك توجه رساله اخيره. طيب. لاي حد يعرف اسلام. والله انا يعني انا عشت حياتي من اول بدايه حياتي طبعا وانا في هدف عندي واضح، في رؤيه واضحه، وعندي ديلي روتين محدد انا دايما ماشي عليه دايما، اللي انا عايز اكون ناجح وعايز يكون ليا رؤيه واضحه كده، اللي انا بعد يعني كل ليا كيان اسلام حلاوه، عايز ابقى ناجح وان شاء الله باذن الله انا هوصل بالناس اللي متابعيني، هوصل بالناس اللي بتدعمني، هوصل باهلي، وهوصل بالدعوات الجميله اللي بيدعوها لي ديت، وطبعا كل ده بعد رضا ربنا سبحانه وبعد التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يعني. طيب عايز تسمعنا حاجه ثانيه ولا كده خلاص؟ هو تمام عشان بس يعني طبعا. طيب لا سمعنا قمر ثاني، لانه في الكنترول بيقولوا لي سمعنا قمر ثاني. اكيد هم عايزين كده. حاضر اتفضل. يلا بينا. طيب طيب ولو عندك حاجه ثانيه مفيش مشكله. تمام ولو قمر جاهز اتفضل. في حاجه ثانيه وفي قمر؟ لا حاجه ثانيه. تمام ديت دايما بقولها للشباب اللي هم دايما عشان نقوم من ربنا سبحانه وتعالى دايما. سبحانه وتعالى اتفضل. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تبيد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد، جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وبشرتني رغم أني عنيد. عصيتك ربي فأمهلتني وبشرتني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأسى كل حين يزيد، فقد قلت في الآي لا تقنطوا وإن تعفو عني فذا يوم عيد، وإن تعفو عني فذا يوم عيد. سأتوك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد، رحيم بكل الورى والعبيد. احسنت. احسنت وتشرفنا بوجودك معاك. الله يخليك. انا شرف ليا والله اتشرفت. والله لما بلاقي شاب ناجح وانا في الاول وفي الاخر شاب برضو، يعني الواحد لازم يدعمه بكل ما اوتي من قوه.
عشان كده معانا افضل مثال للشباب الناجح، ولكن لسوء حظي مش هكون انا المذيع او مقدم البرنامج اللي هيتحاور معاهم. معانا حوار بعد عده دقائق مع شباب او اتحاد شباب الاشراف، مجهوداتهم العظيمه، مجهوداتهم الجباره اللي بيعملوها كل ساعه، كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل سنه، كل عقد، كل قرن، علشان يلموا شمل السادة الأشراف على مستوى الجمهورية. نطلع فاصل وهنستقبل شباب اتحاد الأشراف. النهاردة يعني سعيد جدا وأنا مبسوط وبنحتفل مع بعض النهاردة بحصولي على دكتوراه الفخرية من أكاديمية أصول للاستشارات والتدريب من دكتور رضا. وأنا النهاردة يعني بحب أقول لكم أن أنا فرحان جدا وبتكرم وسط أبناء عمومتي السادة الأشراف في جمهورية مصر العربية، ومعايا يعني أنشط اثنين في لم شمل السادة الأشراف ومؤسسين اتحاد شباب الأشراف. معايا النهاردة ضيفي وابن عمي ويعني قيمة وقامة السيد محمود الشريف، برحب بحضرتك معايا في البرنامج، وبرحب بالبشمهندس احمد برضو معايا ضيف البرنامج برضو قيمه وقامه وابن عمي. وانا يعني النهارده يعني الدكتوراه الفخريه اللي خدتها النهارده انا يعني مش بهديها لنفسي بس، انا بهديها لكل ابناء عمومتي في جمهوريه مصر العربيه ولم الشمل. طبعا احنا النهارده يعني هنتناول في فكره اتحاد شباب الاشراف ان كانت فكره ونجحت على ارض الواقع. فنتكلم مع السيد محمود الشريف ان الفكره دي يعني نجحت ازاي او كانت ايه سببها. فتفضل الشريف محمود يتكلم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. في البداية هو كان الموضوع بدأ معانا من فترة كبيرة. جميل. لما كنت بتواصل أنا مع الوالد أو مع يعني أمامي والعائلة، ففي نسبنا الشريف والسادة الأشراف وإيه كان دورهم طول يعني طول التاريخ. نعم. ونقابتنا ودورنا إحنا كأشراف. نعم. فحبيت أنا الموضوع يعني دخلت اول حاجه بدات اخش الملتقات، يعني اي ملتقى لشباب جبهه الاشراف للساده الاشراف. نعم. للتجمعات. نعم. الحاج دعمني الوالد. نعم. بدات عملت الصفحه. نعم. طبعا كل الشكر لولاد عمي. نعم يعني فعلا وانا في المشاهدين على الامر ده. بسم الله ما شاء الله دخلنا عملنا الافكار بتاعتنا، لقيت بصراحه يعني كل اولاد عمي بيدعموا. نعم. بصراحه بما فيهم حضرتك يعني واولاد عمي كلهم. نعم. فهي جت الفكره من هنا يعني. نعم. يعني هي كانت فكره جميله جدا، لان يعني بعض العائلات عائلات الاشراف يعني ومن ضمنهم برضو العائله بتاعتنا احنا سيدي مرزوق الكفافي برضو كان ليهم يعني استقلال خاص او عيله مسمى او جروب بالاسم بتاعها. فالفكره برضو بتاعتك يعني لاقت يعني نجاح كبير جوه مصر وبره مصر. ما هي رايه واحده. احنا ناس لان السادة الاشراف الفتره اللي فاتت كان بدات احنا نعمل جروبات زي ما حضرتك قلت. نعم. خاصه بعائلات اللي نعم. هي البيوت او وراء الشجر مش الشجره كامله. بالزبط. احنا في النهايه كلنا ننتسب نعم. الى سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. نعم. رضي الله عنهم. نعم. وستنا فاطمه الزهراء. نعم. رضي الله عنها. فاحنا كلنا رايه واحده، كلنا نسب واحد شريف. نعم. هدفنا هو الاول والاخير لم شمل السادة الاشراف. نعم. اهل البيت بشبابنا بشيوخنا. نعم. بكل يعني الطوائف بتاعتنا كرجال اعمال كرجال. نعم. دين كشباب كامرأة في الاشراف ليها. نعم. ادوار. نعم. فعلا ملموس وفعال وشاهدنا فعلا. فالحمد لله يعني. نعم. بسم الله ما شاء الله. طيب هنسأل البشمهندس احمد. اهلا وسهلا. ايه هي المبادرات اللي بيعملها اتحاد الاشراف تمام لدعم ابناء الاشراف
والشباب من الطبقة الاجتماعية غير شباب الأشراف. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أول حاجة بشكر حضرتك استضافتك الجميلة دي والله بجد تقديمك. نعم. وألف ألف مليون مبروك على الدكتوراه وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا ابن العم إن شاء الله وجميع السادة الأشراف. هو الفكرة الأولانية زي ما بدأت كان محمود هو المؤسس الفكرة. ومرة مع مرة بدأنا نتشارك ونتعاون ونتكلم مع بعض وننظم الموضوع. بفضل من الله بدأت الفكرة كانت بسيطة الأول. الحمد لله ربنا لم شملنا فعلا فعلا فجأة في وقت قصير جدا. وعدد توفيق من الله. حبيت مثلا برضو الأعداد مثلا المهولة. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا أول مبادرة عملنا مصر وخارج مصر. خارج مصر الحمد لله. أول مبادرة كنا عملناها مبادرة الخير اللي هو بتاعة الإطارات. عملنا أكتر من إطار كان موجود. الإطارات الحمد لله عملت إقبال شديد جدا جدا. زائد إن أنا بدأت أعرف إن ده ابن عمي من الإطار وإن ده ابن عمومتي برضو من الإطار. فبدأنا كلنا ندخل عند بعض وبدأنا نتشارك كلنا مرة جديدة مع بعض. بإذن الله الحياة اللي احنا نفس يعني المبادرات بإذن الله اللي هنعملها الجديدة. احنا أول حاجة هنطور بإذن الله يعني جميع القرى الموجوده في مصر. يعني الى حد يعني امكانياتنا باذن الله اللي هم هيبقوا موجودين فيها اشراف كتير. من البنيه التحتيه من مستوصف خدمي. لكل قريه او في كل محافظه باذن الله. دي من مبادرات الخير باذن الله اللي احنا هنعملها. طبعا زي ما حضرتك انت عارف ان احنا قال الاشراف لا يجوز عليهم الصدقه. فاحنا هيبقى كل الموضوع ده محبه ما بيننا وفي بين لم الشمل. وهيكون باذن الله الدعم الرئيسي للموضوع ان احنا هنحط في صندوق تحيا مصر. جميل. صندوق الدوله. وهنبدا منها مبادرات الخير باذن الله بتاعتنا في كل انحاء الجمهوريه باذن الله يعني. باذن الله ان شاء الله. ويعني السؤال برضو عن يعني فكرة تصميم الإطارات ولم الشمل ومدى نجاحها يعني على السوشيال ميديا والهدف من ذلك برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الإطار جت فكرته إن يبقى لينا احنا توحيد يعني لوجو معين بحيث إن أنا أبقى بميز أنا وابن عمي وبعض لو احنا مش عند بعض بالظبط. لما عملنا الصفحة بدأنا نشوف كومنتات احنا الصفحه بتاعتنا كوصول لل في الجمهوريه او وصول عدى ال 100,000 كعدد المشاهده. فكان التواصل بيبقى محتاج ان انا اتميز بحاجه انا وابن عمي نوصل لبعض. معانا مداخله شريف محمود شريف جد الله شريف محمد جد الله على الهواء. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك مولانا عامل ايه؟ اخبارك شريف عامل ايه؟ والله اسعدنا يعني النهارده بسماع صوتك يعني. اسلام الله يبارك فيك الله يخليكم. اعزكم الله. ان شاء الله. اعزكم الله. اتفضل يا شريف. طبعا انا سعيد جدا بهذا اللقاء. نعم. وسعيد جدا بشباب الاشراف وبلم الشمل. والفكره لما بداها محمود كانت في البدايه فكره بسيطه لكنها الحمد لله اجمع عليها الشباب كلهم بتوع الاشراف ولمت شمل الشباب في كل انحاء الجمهوريه وفي انحاء العالم كله. وان شاء الله بالتوفيق والسداد ليكم واي خدمات تطلب مننا احنا لها كشيوخ الاشراف للشباب الواعي. عزك الله. عزك الله حاج محمد. انا برضو بشكرك شكر يعني جزيل ان انت بسم الله ما شاء الله يعني تفتخر بابنائك. اثنين شباب من ابناء الاشراف ليهم مجهود بالغ جدا جدا. انا بنفسي حسيته يعني على السوشيال ميديا وانا لي ابناء يعني انا نفسي كدكتور محمد الشريف عرفت ان لي ابناء عمومة في جميع المحافظات يعني داخل مصر وخارج مصر. فانت يعني بسم الله ما شاء الله اذا كان السيد محمود الشريف او السيد احمد الشريف يعني انت تفتخر بيهم يعني بسم الله ما شاء الله حاجه مشرفه جدا جدا يعني. انا اهب اولادي لخدمه الاشراف في كل مكان. اعزك الله. اعزك الله.
أهد نفسي وأولادي لخدمة هذا الأخلاق في كل مكان. نعم والله خير أب الخير أبناء. ربنا يخليك. أعزك الله أعزك الله. الله يجزاك الله خير. أكرمك الله. شكرا شكرا لحضرتك وشكرا على مداخلتك يا سيد شريف محمد. طبعا هنسأل الباشمهندس أحمد فكرة اتحاد شباب الأشراف. دلوقتي يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا مهتم جدا بالشباب من ساعة ما تولى أمر ومقاليد يعني الدولة، وطبعا كان أولوي من أولوياته الاعتماد على الشباب في النهضة بالدولة. طيب النشاط الفكرة دي هل بتدعم البلد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ طبعا. ولهم شركات فعالة؟ طبعا طبعا الحمد لله بفضل الله علينا. احنا أول حاجة لقينا في قامة الرئيس القيادة عامل منتديات شباب للعالم كله جوه مصر، وعامل أكثر من منتدى شباب لينا يعني كشباب عموما للمجتمع. هو عارف ان احنا باذن الله بذره او جيل اللي طالع باذن الله. نعم. اللي بعد كده هيبقى فيه القيادات ولا هيبقى فيه كل حاجه باذن الله. نعم. بفضل من الله احنا كده كلنا ورا رايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. وزعيمها وجيشها. نعم. الحمد لله وشرطتها وشعبها، زائد ان احنا باذن الله باذن الله ربنا وفقنا. نعم. نكون خير سلف لأفضل نسب بإذن الله. ناخد تليفون معانا مستاذ علاء الشريف. الشريف علاء زيدان معانا. الشريف علاء زيدان معانا. نوطي التلفزيون لو سمحت. نوطي التلفزيون يا شريف بعد إذنك. ألو أستاذ علاء. أيوه السلام عليكم. اتفضل. سلام ورحمة الله وبركاته. ألف مليون مبروك يا معالي الباشا الدكتوراه الفخرية حضرتك. بارك الله فيك عزك الله. الله يخليك ابن عمي. الله يبارك. الله يكرمك يا رب عزك. تفضل استاذ علاء. ايه رايك انت في فكره اتحاد شباب الاشراف؟ والله حضرتك هذه الفكره لم شمل قبيله الساده الاشراف. نعم. كانت فكرة رائعة من ومعانا نموذج مشرف النهاردة بالنسبة لاتحاد الشباب السيد محمود الشريف والسيد أحمد الشريف، يعني نموذج مشرف جدا لشباب الأشراف ومجهودهم في المجتمع وبالنسبة لشباب الأشراف. أنا بشكر حضرتك خالص أستاذ علاء. شكرا أستاذ. ونشرفنا حضرتك. شكرا أستاذ علاء. ناخد برضو بالنسبة فكرة اتحاد الشباب في نبذ العنف والإرهاب. طبعا. ويعني الشباب ان هو يتنقل الفكر بتاعه من الأمور دي اللي هي يعني بتهدم الدولة سياسيا واقتصاديا. اقول حضرتك على حاجة. اولا فكر الإرهاب ده بره الإسلام خالص. نعم. الحمد لله يعني واحنا كسادة أشراف وكأشراف موجودين برضو عارفين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وعارفين ديننا بإذن الله كويس، فإحنا كلنا عارفين يعني إيه إسلام حقيقي. نعم. ويعني إيه إرهاب حقيقي. نعم. الوقت الحالي الحمد لله المصريين كلنا على يد رجل واحد. جميل. الحمد لله مصر طول عمرها أرض الكنانة. أي حد يعني الحمد لله الحمد لله بيجي كيد وفي نحره بإذن الله إن شاء الله. والشباب كلها الحمد لله متفهمة. نعم. وعارفة يعني إيه دينها كويس. جميل. وعارفة يعني إيه قيادتها. نعم. وعارفة يعني إيه جيشها وعارفة يعني إيه شرطتها، لأن إحنا كلنا مش كلنا واحد. واحد بالضبط. نسيج واحد، واحد وكلنا مزبوط. بنخدم الوطن وبنساعد برضو القيادات السياسية على قد ما نقدر. طبعا. سواء كان طبعا. بنصيحة أو بعمل. طبعا. أو بشيء. طبعا. يعني مجهود على قد ما بنقدر إن شاء الله بنعمل بإذن الله إن شاء الله. والحمد لله الحمد لله الشباب كلها متفهمة الموقف إن إن مصر برضو كانت تمر فترة وحشة الفترة اللي فاتت. نعم. والحمد لله ربنا حقق لنا الخير كله إن شاء الله يكون في خير. ناخد كلمة من السيد محمود الشريف. إحنا إن شاء الله برضو شبابنا هي الصفوف الأولى بعد القوات المسلحة. احنا بنساند بلدنا احنا كجنود ليها. نعم. احنا كشباب احنا الجنود يعني في ظهر جيشنا. نعم. وفي ظهر بلدنا. اهم حاجة عندنا الامن القومي. نعم. لبلدنا. نعم. والامن القومي للدول اللي حوالينا احنا كلنا واحد. نعم كلنا واحد.
يعني كلنا الحمد لله فعلا واحد محتاجين ان احنا نبقى الفتره اللي جايه كلنا الفتره اللي جايه ندعم الفكره دي الامن القومي للامن القومي جميل. حقيقي واحنا الصفوف الاولى نعم. كساده اشراف او الشباب نعم. جبله الاشراف احنا جميل جدا فضلهم اشكركم طبعا معلش الوقت الحلو بيمر بسرعه احباب الكرام وانا النهارده اتشرفت وكان اسعد يوم في حياتي في تكريم النهارده وان انا موجود مع ابناء عمومتي إن شاء الله بإذن الله ألقاكم على خير في أمان الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله.